حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون مين الشخص اللي متعلق بيك في الطاقة الحالية؟ يا ترى هو مين الشخص ده؟ انا اعرف عنه اكتر، مواصفاته وممكن شكله وعمله اللي هيطلع هنتكلم عليه. كمان هنعرف ليه الشخص ده متعلق بيك، ليه هو متعلق، ليه هو مش قادر انه يقرب ومش قادر انه يبعد، هو في مرحلة الوسط. اوكي طيب، كمان هنعرف خطته جاية تجاهك. يعني بعد ما نعرف هو ليه متعلق بيك، كمان هو ناوي يعمل معاك ايه الفترة اللي جاية. القراءة دي طبعا هتكون بأول حرف من اسمك انت، عشان تعرف مين الشخص اللي متعلق بيك في الطاقة الحالية. اوكي، ودي الحروف اهي، وكمان هتبقى موجودة في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت الاول، يا اما تختاروا بالاحجار. طبعا الحجر الاول مجموعة رقم واحد هيكون حجر التايجر اي. حجر مجموعة رقم اتنين هيكون الصدفة البيضاء. اوكي طيب، تعالوا بينا كده نبتدي مجموعة رقم واحد التايجر اي، ونشوف طاقة مجموعة رقم واحد يا ترى عاملة ازاي دلوقتي، علشان لو الطاقة مش مظبوطة او مش متطابقة معاك، يعني مثلا 80%، لا يبقى خلاص تشوف مجموعة رقم اتنين على طول. تعالوا كده نشوف طاقة مجموعة رقم واحد. اوكي انت في انتظار حاجة الفترة دي، مستني حاجة معينة، مستني مثلا تطلع من طاقة معينة، مستني حد او شخص يرجع لك من حتة بعيدة، مستني تقدر ان انت تاخد قرار في حاجة معينة، او ان انت تنزل شغل جديد، او اذا كنت ما بتشتغلش تشتغل. مستني حاجة، او مستني ورقة من مكان معين، مستني حكم قضائي. انت في طاقة انتظار، او يمكن في انتظار وضعك الحالي يتحسن او تكون نفسيتك احسن. يعني لو مش في انتظار كل ده، فيمكن يكون الانتظار عن وضعك الحالي او نفسيتك الحالية تكون احسن من دلوقتي يعني. تمام طيب، انت عندك معجبين كتير على فكرة. مجموعة رقم واحد هتقولولي لا ما فيش حد معجب بيا، لا مش عارف، انا يعني ما عنديش علاقات كتير. انا شايفة ان العيون عليك كتير. ممكن لو انت ما عندكش علاقات كتير، او مش حاسس ان في ناس كتيرة معجبين بيك، فممكن يكون كتير ناس بتبصلك، يعني اعوذ بالله، بتحسد او يبقى ليهم نظرة مش كويسة. يعني ممكن ناخدها على اعجاب، وممكن ناخدها على حسد. اوكي بس انا شايفة ان في مجموعة او طاقات كبيرة من مجموعة رقم واحد عندهم ناس معجبين بيهم. اوكي طيب، شايفة ان انت بتبص لمستقبلك قوي، يعني بتفكر في بكرة، بتفكر هتعمل ايه، بتفكر في بعد كده، ما بتبصش لورا، ما بتفكرش في ذكريات، ما بتفكرش في ماضي، انت بتفكر في قدام. يعني انت يمكن في الطاقة الحالية بتفكر في قدام انت هتعمل ايه، بتفكر في قدام انت هتبني مستقبلك ازاي، او هتكمل ازاي في حياتك مثلا العملية او حياتك المهنية او ايا كان. اوكي ممكن دلوقتي تكون انت فترة فيها شوية عصبية، شوية خنقة، شوية ضيق، حاسس ان انت متضايق كده دايما، او حاسس انت عايز تكون لوحدك، ولو اتكلمت مع حد تتخانق معاه، وتبقى مش طايق الدنيا ومش طايق نفسك. كمان لو انت دلوقتي عندك مشكلة تخص الاموال، فان شاء الله في انفراجة قريبا جدا جدا، وفي مال ان شاء الله في طريق اليك، يعني عندك توسع مالي. اوكي كمان عندنا هنا ممكن تكون عندك وجع في البطن، او وجع في الظهر، اخر الظهر او في البطن، دايما الوقت ده انت بتشعر بوجع في بطنك او في اخر الظهر،
آخر العمود الفقري يعني. أوكي طيب، شايفة كمان إن أنت بتحاول تحافظ على الناس اللي حواليك أو تتعامل معاهم كويس، وبتحاول إن أنت تدور على شخص يعطيك الأمان ويعطيك الاهتمام، يعطيك الإحساس إن في شخص في حياتك أنت مسؤول منه، سواء أنت رجل أو امرأة على فكرة مش هتفرق، بس عايز تحس بالاهتمام، محتاج تحس بكده. ممكن يكون انت دلوقتي في علاقة ارتباط، في علاقة اعجاب، في علاقة زواج، ممكن على فكرة تكون في علاقة زواج وداخل عادي تشوف مين الشخص اللي متعلق بيك، ممكن يطلع زوجة كل حاجة. ايا كان انت في اي علاقة، بس انت فاقد لاحساس الاهتمام من الطرف الاخر. طب لو انت سنجل مفيش حد في حياتك خالص، او مثلا منفصل، فانت برضو بتدور على الاهتمام والرعاية في حياتك ومش لاقيها. في عندي طاقة هنا، حاسس ان ايديك مربوطة، عاوز تعمل حاجات كتير بس حاسس ان ايديك مربوطة، مش قادر ان انت تتحرك. شايفة كمان بالذات لو انت من برج الاسد، لو انت من برج الاسد يمكن الفترة دي بتحاول ان انت يعني تهدي نفسك، انت يمكن في فترة عصبي قوي قوي قوي، بتحاول ان انت تقول لنفسك لا لازم اهدى، لازم اكون شخص كده يعني مش كل الناس اللي في حياتي امشيهم من حياتي او اطلعهم من حياتي، لا لازم احافظ على الناس اللي في حياتي، او لازم احافظ على صحتك على الاقل يعني، او اللي بيطلع منك او عصبيتك بتتعبك انت شخصيا، فانت عاوز ان انت تكون اهدى في الفترة الجاية، او بتفكر ان انت تكون اهدى في الفترة الجاية. اوكي شايفة كمان ممكن تكون بتفكر في شخص هو بعيد عنك في المسافة، او هو في بلد غير البلد اللي انت فيها، بتفكر فيه جدا ومشغول بيه قوي. لو انت دلوقتي في الطاقة مجموعة رقم واحد وفي شخص انت معجب بيه، او ايا كان هو في حياتك ايه، ارتباط او خطوبة او زواج، والشخص ده بعيد عنك في الطاقة الحالية، انت دلوقتي بتفكر فيه قوي، او انت دلوقتي عاوز ان الشخص ده يكون جنبك، محتاج له انه يكون جنبك. اوكي طيب، ممكن تكون انت من برج الجدي، او من برج الاسد، او من برج الاسد تاني، او من برج السرطان. طيب تعال نشوف بقى مين هو الشخص ده يا ترى. هل يوجد شخص متعلق بمجموعة رقم واحد، معلق بيهم؟ في، وكمان في شخص متعلق بيك بس هو في علاقة تانية، تمام؟ ممكن تكون انت عارف انه في علاقة تانية، ممكن تكون ما تعرفش. في شخص معجب بمجموعة رقم واحد لبعض الطاقات، مش للطاقات كلها، لبعض الطاقات معجب بيك وهو في علاقة تانية، متعلق بيك، سوري مش معجب، متعلق بيك وهو في علاقة تانية. وفي بعض الطاقات الأخرى في شخص متعلق بيك، واحتمال يكون من برج السرطان أو برج القوس، وممكن جدا يكون بيشتغل حاجة ليها علاقة بالطب، بالشفاء، ممكن يكون طبيب، صيدلي، أي حاجة تخص الطب يعني، أو الشفاء، ممكن يكون كمان استشاري نفسي، أخصائي نفسي، ليه علاقة بالشفاء. أوكي طيب تعالوا بقى نعرف أكتر عن الشخص ده، عايزين نوصفه عشان أنت تبقى عارفه. عايزين نوصف الشخص ده عشان انت تكون عارف. في هنا مجموعة من الطاقات، مجموعة من الطاقة مجموعة رقم واحد، الشخص ده كان في حياتك
وسابك ومشي. هو اللي سابك ومشي، هو اللي بعد عن علاقتك بيه او علاقته بيك، هو اللي اختار الفراق. اوكي طيب، عايزين نعرف مين الشخص ده. اولا كده، هذا الشخص بيحب شغله بطريقة كبيرة قوي. نمبر وان في حياته هو العمل، انه يكون يعني مستقر عمليا، وكمان يكون قادر على انجاز المهام بتاعت عمله. يعني هو شخص عملي جدا من الطراز الاول. تاني حاجة، الشخص ده لو جينا نوصف شخصيته هو عاملة ازاي، بيفكر كل حاجة بعقله، كل حاجة في حياته ماشيها بالمنطق. كمان لما بيجي يبص على الموضوع بيشوفه هو الموضوع ده انا هستفاد منه ولا لا، ايا كان، حتى لو علاقة، هل انا هستفاد من هذه العلاقة؟ هل هذا الشخص ينفع انه يكون في حياتي؟ هل هذا الشخص ينفع اني بعد كده ما اخسرش لو خليته مثلا في علاقه معايا، ولا ممكن اخسر؟ دايما بيبص على الحاجات اللي قصاده بالمنطق، بالعقل، بيقول ايه. تمام. ممكن يكون سن هذا الشخص يعني صغير مش كبير، يعني شاب مثلا من اواخر العشرينات لاوائل الثلاثينات، لان هو طلع لي في طاقه ان هو شاب صغير، مش شخص عادي يعني. لا، ده شخص صغير في اواخر العشرينات واوائل الثلاثينات. طيب، الشخص ده بيحب الكلام جدا، يعني لما تيجي تقعد معاه هيقعد يتكلم ويشرح اللي جواه برضه بالمنطق. برضه هو يمكن ما بيعرفش يعبر بأحاسيسه، ما بيعرفش يعبر بمشاعره، بيعبر بعقله، بدماغه. ممكن هذا الشخص مثلا لو انت دلوقتي معاه في علاقة، تلاقيه ما يعرفش يقول لك كلمة حلوة، ولكن تلاقيه بيجيب لك هدية، بيقف جنبك مثلا لو انت محتاج له، ولكن ما يعرفش يقول كلمة حلوة، ما يعرفش يقول لك مثلا ربنا يخليك ليا، لكن ممكن يروح يجيب لك هدية تعبر عن مدى غلاوتك في قلبه. تمام. عامة هو مستواه المادي دلوقتي رائع، لأن هو من صغره هو بيهتم جدا بعمله، ولحد مثلا ما وصل لدرجة من الارتياح المادي برضه هو ما شاء الله عليه مهتم جدا بعمله، وبيحب ان هو يبذل أقصى مجهوده لحد ما يوصل لدرجات أعلى من الوضع اللي هو عليه. هو شخص قنوع جدا، ولكن بالنسبة للعمل والطموح هو ما عندوش سقف. اوكي طيب، هل الشخص ده عنده مشاعر؟ هل عنده أحاسيس؟ عنده مشاعر، وعنده أحاسيس، وعنده مشاعر مدفونة كتيرة قوي قوي، بس ما بيعرفش يعبر عنها، ما بيعرفش يعبر عن اللي جواه ويتكلم، مع أنه متحدث لبق، ولكن بيجي عند المشاعر أو الحب أو الإحساس بالآخر، أو يبين لك أني أنت مهمة عنده بالكلام، ما يعرفش. لكن ممكن يقعد يتكلم معاك كتير جدا في أحوال البلد، في الطقس، في الاقتصاد، في السياسة، في الفن، في كل حاجة ممكن يقعد يتكلم معاك، ويكون بارع في الكلام وعارف كل حاجة وملم بالتفاصيل، ولكن اللي جواه أو المشاعر اللي جواه، أو حتى لو هو عنده إعجاب بيك، لو أنت مثلا الشخص ده تعرفه كشخص أنت معجب بيه، لا، ما عرفش يتكلم، ما عرفش يعبر لك أنه معجب بيك. أوكي طيب، لبعض الطاقات برضو الشخص ده هو في بلد تانية بعيدة عنك، هو مش في البلد اللي انت فيها، لأ، في بلد تانية. كمان لبعض الطاقات ممكن يكون هذا الشخص ليه أختين، بنتين، أو لو انت رجل فهي ليها برضو أختين، في اتنين بنات في حياتها، أو في اتنين قريبين في حياة هذا الشخص جدا. يعني لو هو رجل ممكن يكون عنده أختين بنتين وقريبين منه جدا. طيب لو انت رجل فهي بنت عندها أختين في حياتها، أو اتنين صحاب في حياتها قريبين منها جدا. أوكي تعالوا كده نشوف أكتر. نعرف الشخص ده أكتر. ممكن يكون بيشتغل حاجة ليها سلطة، أو بيشتغل طبيب زي ما قلنا، عامل جدار عاطفي مستخبي وراه. برضو هنا بيحب عمله جدا جدا، ما يقدرش يستغنى عن عمله، يعني دي حاجة. لا، لو هو تعبان جدا جدا بيروح،
بيهموش. ممكن يكون الشخص ده برضه شغال حاجة فيها هو مشهور، تمام، معروف جدا في شغله أو في الوسط بتاعه. ممكن يبقى حاجة على السوشيال ميديا، ممكن يكون بيمثل، بيغني، معروف، تمام، أو شغال حاجة ليها منصب، أو شغال حاجة ليها علاقة بالطب. أوكي، طيب الشخص ده لو أنت رجل فهي امرأة، شعرها طويل وشعرها أسود. أوكي، كمان تحس إن هي ملامحها كده صغيرة، يعني عينيها وبقها مناخيرها كل حاجة كده في وشها صغيرة، حتى هي رفيعة أو متوسطة. طيب لو هو رجل فأنا شايفة إن هو عينه حلوة جدا وممكن تبقى ملونة، ولكن في بعض الطاقات هذا الشخص شعره قصير، وفي بعض الطاقات هذا الشخص شعره طويل ولكن عنده لحية، لحية باينة. كمان المناخير ممكن تكون كبيرة شوية، مناخيره كبيرة شوية. عنده شارب وبرضه واضح الشارب. أوكي، قدامي يعني. لونه متوسط، متوسط اللون، او يميل للسمار شوية. ولو هي بنت، يعني لو انت رجل فهي بنت، بيضاء، بيضاء يعني، مش سمرة. اوكي، او بتقولوا شقراء ممكن بعض البلاد، مش عارفة. ممكن نقول ايه تاني؟ الشخص ده ممكن يكون عنده ناب، عارفين اللي هو الناس اللي تبقى عندها ناب بارز او باين، ممكن يكون كده لان طالع كارت بيقول الطاقة دي. اوكي، في هنا برضو عمل ان هو بيسافر كتير. احنا كده قلنا اللي طلع سواء عمل او شكل او شخصية. كمان هنقول الابراج، ممكن يكون برج الحمل او برج القوس زي ما قلنا، او برج السرطان. دي الابراج اللي طلعت. اوكي، طيب تعالوا نشوف بقى هو ليه متعلق بيك. مجموعة رقم واحد، ليه الشخص ده متعلق بيهم؟ لو الشخص ده هو اللي سابك ومشي، كنتوا مع بعض في علاقة وسابك ومشي، ممكن يكون تزوج، وممكن يكون لسه، يعني بعض الطاقات تزوج والبعض الطاقات هو لسه ما تزوجش. الشخص ده ندمان عليك أشد الندم، ولحد دلوقتي هو متعلق بيك لأنه مش عارف يلاقي زيك ومش عارف ينساك، واقف في النص. يمكن غلطه كان كبير إنه سابك ومشي، يمكن مقدرش إنه يحافظ عليك. ندمان جدا ان هو مش لاقي شخص زيك ومش عارف يكون مرتاح. الشخص ده مش مرتاح، ضميره بيأنبه على طول. يمكن بيحلم بيك كتير، على طول انت معاه على طول. لو هو دلوقتي في علاقة تانية بيقارنك بالشخص اللي معاه وبيقول انا اخترت غلط، ويا ريتني كنت كملت مع الشخص ده، انا ملقتش زيه ولا هعرف اعوضه. اوكي، هو متعلق بيك لانه مش عارف يكون معاك، ولأنه مش عارف ينساك. ده بالنسبة لو انت كنت مع حد في علاقة، ايا كانت العلاقة دي، يعني ممكن يكون كنت مع حد في علاقة زواج وانفصلته، تمام، وسابك ومشي. الشخص ده متعلق بيك علشان ضميره بيعذبه. طيب لو المواصفات اللي انا قلتها دي اوكي تخص الكراش بتاعك، تخص الشخص اللي انت معجب بيه،
فالشخص اللي انت معجب بيه اتعلق بيك لانه بقاله فترة معجب بيك. هو على فكرة التعلق بعد مرحلة الإعجاب، هو بيعجب بيك وبعد كده بقى بيتعلق، هو خلاص مش عارف يشيلك من دماغه. هو ممكن يعجب بيك انت وست آخرون، ولكن التعلق ده مرحلة أقوى، مرحلة أعمق. فإن هو اتعلق بيك، هو خلاص مش عارف يطلعك من دماغه، على طول بيبص عليك، على طول بيراقبك، على طول عاوز يعرف أخبارك، على طول عاوز يشوفك، على طول عاوزك تكون معاه. بعد كده بقى بيبتدي شرارة الحب، يعني التعلق دي أولى مراحل الحب. فلو هو كراش، فهذا الكراش منشغل بيك 24 ساعة يعني على طول، وعلى فكرة على طول يمكن عاوز يكلمك أو بيخلق أعذار علشان يكلمك. أو لو ما بتتكلموش مع بعض، فنفسه ان يكون في بينكم كلام. تمام، هو اتعلق بيك لانه بقاله فترة معجب بيك، وعلى فكرة اتعلق بيك من اول ما حس بالغير عليك، من اول ما حس بالغير عليك. انا شايفة حب يا جماعة، بصراحة شايفة حب، شايفة مشاعر قوية قوي من الشخص ده. اي نعم هو شخص مادي او شخص بيفكر في المادة وبيفكر في العقل بيقول ايه او المنطق بيقول ايه، بس هذا الشخص بيحب برضه. بصوا حتى هنا بيفكر في الاستقرار، لكل الطاقات الشخص ده متعلق بيك ونفسه يستقر معاك. تمام، لو انتوا في علاقة ارتباط، فالشخص ده عاوز يستقر معاك في علاقة خطوبة رسمية. لو شفتوا هتلاقوا فور اوف وانز على فور اوف وانز، ودايما الكارت ده انا بشوفه خطوبة واحتفال. تمام، لو انتوا في مرحلة ارتباط. لو انتوا في مرحلة اعجاب، فالشخص ده عاوز انه يقرب منك ويتكلم معاك اكتر ويكون مرتبط بيك ومعاك على طول، مش عاوز يسيبك ثانية. اوكي، لو انتوا اساسا دلوقتي في مرحلة خطوبة، عاوز يعجل بالارتباط، بالزواج والاستقرار، عاوز يعجل، ارتبط بيك خلاص، يعني حس ان روحه مع روحك، حس ان هو مشاعره كلها ليك. التعلق ده موضوع كبير جدا جدا يا جماعة. الواحد ادام اتعلق بواحد ما بيقدرش يبعد عنه، خلاص انا اتعلقت بحد فمش هقدر ان انا ابص لحد تاني لاني متعلق بده، طب ابص لحد تاني ازاي؟ فالتعلق ده شيء جميل جدا يعني. فالشخص اللي احنا حكينا مواصفاته ده في الكروت اللي فاتت، هذا الشخص متعلق بيك وعاوز يكون معاك، عاوز ما يسيبكش لحظة بلحظة، سواء هو كراش، سواء هو شخص انفصلت عنه، سواء هو شخص انت مرتبط بيه معجب بيه، سوري مرتبط بيه مخطوبين متزوجين، ايا كان، خلاص يعني ايا كان من هذه الطاقات، فالشخص ده عاوز يكون معاك، متعلق بيك لانه عاوز يكون معاك، مش عارف يطلعك من دماغه، مش عارف يسيطر على التفكير، تفكير فيك، مش عارف يسيطر. يعني ممكن يكون بيحاول يسيطر، يخلي دماغه في حاجة تانية، يخلي دماغه في عمله، مع انه شخص عملي جدا، بس بيلاقي نفسه بيفكر فيك وعاوز يشوف انت عملت ايه، وبيراقبك، عاوز يشوف مين حواليك، وبيفكر ممكن يكون مين جنبك دلوقتي. على فكرة هذا الشخص غيور قوي قوي قوي، ممكن يكون من برج الحمل. طيب لو انت مع الشخص ده في علاقة ثلاثية، لو انت عارف ان الشخص اللي احنا حكينا عليه دلوقتي ده في القراءة هو في علاقة تانية، هو متعلق بيك انت جدا، سواء الشخص اللي في حياته ده عرفه بعديك او قبليك، هو متعلق بيك انت، ودايما بيقارن الشخص اللي معاه بيك، ودايما حاسس ان انت الافضل، وان هو المفروض انت اللي تكون بدال الشخص اللي معاه. تمام، طيب لو هو بقى زي ما قلنا قبل كده هو سابك وراح للشخص اللي معاه، فهو ندمان اشد الندم، واقف النص، مش عارف يكون معاك ومش عارف ينساك. طيب تعال نشوف هيعمل ايه بعد كده.
يا ترى ايه خطته الجاية معاك؟ مجموعة رقم واحد بعد ما اتعلق كده، او بعد ما بقاله فترة متعلق، يا ترى هيعمل ايه؟ لو ما بيتكلمش معاك هياخد خطوة بالتواصل معاك فورا، خلاص بقى يعني هو تعب من كتر ما متعلق ومتعلق ومفيش حاجة بيعملها. لو مفيش أي تواصل بينك وبين هذا الشخص اللي احنا حكينا مواصفاته دلوقتي، هياخد خطوة بالتواصل معاك. طيب لو انتوا الاتنين بتتواصلوا مع بعض وانت عارف الشخص ده مرتبط بيه، الشخص ده هيتقدم لك، هيتقدم لك لو انت بنت، يعني لو انت امرأة. اوكي، لو في تواصل ما بينك وما بين هذا الشخص، والشخص ده انتي مرتبطة بيه دلوقتي، هو خلاص يعني اتعلق بيكي والموضوع انتهى، وقريب جدا هيكون عاوز يتقدم لك، او هيقول لك ان هو عاوز يتقدم لك لانه عاوز يكون معاكي ثانية بثانية. طيب لو انت بقى رجل وعندك الفرصة ان انت تتقدم لهذه الامرأة، فبرضه الموضوع هيكون متسهل الفترة الجاية، او هي ممكن ان هي وانتوا الاتنين مرتبطين، هي ممكن تفتح موضوع ان انت تتقدم بشكل رسمي. تمام، طيب لو ده كراش وما بتتكلموش مع بعض، فياخد خطوة بالتواصل معاك قريب جدا جدا، هيتكلم فيها معاك عن مشاعره، هيتكلم في الرسالة دي معاك عن مشاعره. طيب تعال نشوف كده اكتر. الشخص اللي ظلمك وراح لشخص تاني، الشخص اللي ظلمك وراح لشخص تاني وفضله عليك، يعني انت كنت الاولاني اوكي وفضل شخص تاني عليك، راح معاه بقى تزوجه او ارتبطوا او في علاقة خطوبة الان او ايا كان، الشخص ده هيجيلك وكله اسف وكله ندم. تمام، وانت هتفرح، انت هتفرح يمكن علشان خاطر حقك جالك، هتفرح علشان خاطر وعارف قيمتك، لانه هيجيلك ويتأسف لك عن اللي عمله، وهيتأسف لك ان هو سابك ومشي وفضل شخص تاني عليك. اوكي، طيب لو انت بقى في علاقة ثلاثية، ولكن انت الشخص التاني مش الشخص الاولاني، الشخص ده هيبعت لك مسج او هيقول لك حاجه، الكلام ده هيفرحك، هيقول لك حاجه يخليك طاير كده من الفرحه، يكون هتكون سعيد. اوكي، عندي برضو حته بالنسبه للعلاقات الثلاثيه دي، لو انت كنت مع شخص والشخص ده سابك او فضل حد عليك وراح مع الشخص التاني او الطرف التاني، وهو دلوقتي مش معاه في علاقه، يعني هو سابك علشان شخص او فضل حد عليك بس هو دلوقتي مش معاه في علاقة، هو دلوقتي سنجل، الشخص ده هيجي لك برضه كله اسف وكله ندم، وهيقول لك ان اللي فرق ما بينكم هي طاقات سلبية، او هي مثلا ساعة شيطان، او يعني هيقعد يعني يتكلم كده ويقول لك ان مش هو السبب، او هو ما كانش عاوز كده، وانه كان غصب عنه، وان كان بيتصرف تصرفات هو ما كانش عارفها وما كانش مدركها، والكلام اللي هو زي ده. تمام، بس هو في الحقيقة ندم جدا، يعني هو في الحقيقة ندمان قوي على اللي عمله معاك. طيب عامة لو انت اتظلمت من الشخص اللي متعلق بيك دلوقتي ده اللي احنا بنتكلم عليه، اتظلمت منه في اي حاجة، خصوصا لو علاقات ثلاثية وسابك وراح لحد تاني، فانت هتنتصر عليه قريب جدا جدا، وهتفرح بانتصارك ده، في انتصار اهو. اوكي، طيب تعالوا نخش على مجموعة رقم اتنين. الناس اللي اختارت الصدفة، تعالوا أول حاجة نشوف طاقتكم دلوقتي، علشان لو الطاقة ما انطبقتش ممكن تشوف مجموعة رقم واحد.
عاوز تسافر انت، انت بتفكر في سفر، بتفكر في انتقال، شايل هم تقيل جدا الفترة دي عليك، حاسس ان انت مضغوط، عاوز تمشي من مكان او عاوز تسيب حد، عاوز تسيب علاقة، عاوز تمشي من بيت، عاوز تمشي من عمل، وفي نفس الوقت بتفكر في ان انت تتكلم مع حد قوي، في حد وحشك الفترة دي عاوز ان انت تتكلم معاه، بتراقبه يمكن 24 ساعة، ويمكن الشخص ده انت حاسس ان هو السول ميت بتاعك. لو عندك شوية مشاكل في شغلك الفترة دي فان شاء الله في تصليحات قادمة اليك. يمكن قاعد تفكر طول الوقت وعمال توزنها في دماغك، وعمال توازن ما بين قلبك وما بين عقلك على اختيارات كتيرة في حياتك الفترة دي، حاسس يمكن ان حياتك مش مظبوطة، او انت يمكن الحاجة اللي انت نفسك فيها لسه ما حققتهاش، او يمكن انت لسه خارج من علاقة، العلاقة دي يعني خليتك في طاقة صعبة قوي، يعني طاقة تطور، طاقة انهيار. اوكي، ممكن على فكرة تكون من برج الحمل او من برج الجوزاء. انت يعني تكون من برج الحمل او من برج الجوزاء. توقفت قدام المراية وشفت نفسك من جوه وشفت انت عاوز ايه ونفسك في ايه. يمكن سمعت كلام في الفترة الأخيرة وجعك قوي من شخص بتحبه، ممكن كمان يكون دلوقتي عندك مشاكل، بيجيلك مثلا ضيق تنفس، بيجيلك وجع في قلبك، بيجيلك نغزات بتحس بيها في قلبك، وجع في كتفك الشمال. كمان الشاكرا دي لو انت سنجل خالص مفيش حد بتفكر فيه، فانت مش عارف تفكر في حد ومش عارف تحب حد، يعني الشاكرا مقفولة، تمام، مش عارف ان انت تفكر في اي شخص او تلاقي شخص مناسب ليك الفترة دي. ولكن انت جدا جدا بتفكر في الاستقرار، وبتفكر في ان انت تكون في اسرة سعيدة، شخص بيحبك وبيقدرك وبيهتم بيك، واطفال وبيت سعيد. انت بتفكر في الترابط، انت عاوز يكون حياتك مترابطة مع حد، ويعني يكون في بينكم اطفال، مش لازم حد يكون في دماغك، المهم حد انت تكون مستريح ليه، حد انت تكون بتحبه، ممكن انت تكون سنجل خالص اصلا، تمام. طيب لو انت مش سنجل وفي حد في دماغك بتفكر فيه، يعني انت سنجل بس بتفكر في شخص يعني معجب بيه وحاسس ان هو معجب بيك، فانت يمكن بتتخيله ان هو يكون معاك في علاقة مستقرة الفترة دي. ولو انت مرتبط برضه بتفكر في الطرف اللي معاك، تمام. طيب لو انت دلوقتي في طاقة مثلا، عندك وجع وعندك مشاكل مثلا صحية، فما تهملش ان انت تروح وتشوف صحتك، يمكن انت مهمل في صحتك الفترة دي، ما تهملش. كمان انت في انتظار مال، في انتظار مال او في انتظار قرار تعيين ان انت تشتغل في حتة يعني، او شغل جديد، او تنتقل، او مستني قرار سفر، او مستني قرار سفر في قرار عمل في سفر، تمام. ممكن كمان تكون من برج العقرب على فكرة، العقرب والحوت والجوزاء، تمام. طيب تعالوا نشوف هل في شخص متعلق بمجموعة رقم 2. على فكرة ممكن يكون اسمك فيه من مجموعة رقم 1 ومجموعة رقم 2، لأن برضه نفس الكارت ده طلع في أول القراءة، طاقتك في الاتنين. طيب عامة أنا عندي هنا طاقة الشخص اللي متعلق بيك، أو الشخص اللي بيفكر فيك، هو شخص دلوقتي في علاقة تانية،
ومش لكل الطاقات. يعني في طاقة هنا عندي ان الشخص اللي متعلق بيك دلوقتي هو مع حد تاني، انت عارف ان هو مع حد تاني، تمام؟ يعني علاقة ثلاثية. وعندي كمان طاقة ان الشخص اللي متعلق بيك ده هو لوحده، يعني مفيش حد في حياته، ولكن هو شخص متردد شوية، ما بيعرفش ياخد قرار بسرعة، فيمكن علشان كده هو لسه في طاقة التعلق ولسه مفيش أي خطوة من ناحيته ليك، تمام؟ فعندي طاقة إن الشخص اللي متعلق بيك هو في علاقة تانية، ده لو أنت عارف إن هو فعلا في علاقة تانية، تعرف إن الشخص مثلا اللي أنت معجب بيه هو في علاقة تانية، فيبقى دي الطاقة بتاعتك. طيب لو أنت عارف مثلا إن الشخص اللي معجب بيه أو مرتبط بيه أو أيا كان اللي في حياتك، أو لو مفيش أساسا حد في حياتك، ففي شخص متعلق بيك هو شخص متردد شوية ما بياخدش قرار، ولكن هو شخص حنين جدا وعطوف وبيحب يساعد الناس قوي، ممكن يكون من برج السرطان، تمام؟ يبقى فيه الطاقتين. طيب تعالوا نعرف عنه أكتر هذا الشخص. ممكن كمان يكون برج القوس أو برج الأسد أو برج العقرب. طيب سنه ممكن يبقى من 25 سنة لحد 35 سنة، تمام؟ سنه سواء هو رجل أو امرأة. طيب مواصفاته عامة عاملة ازاي، أو انت تعرفه من ايه؟ انت اول ما تتعامل مع هذا الشخص هتحس ان هو شخص مسؤول، تمام؟ على فكرة ممكن يكون هو معاك في العمل مثلا، او هو رئيس العمل، لان انا عندي بنت جنسي كتير، هو هتحس ان هو شخص مسؤول، او هو فعلا العمل بتاعه بيتطلب منه المسؤولية، هو قائد مثلا في مكان، هو مدير في مكان، تمام؟ فهو شخص مسؤول قوي، و شخص بيحب جدا يساعد الناس، يعني مش علشان هو مسؤول عن الناس فيقوم بقى ايه يتعبهم او يبهدلهم او لا، مسؤول عليهم ولكن برضو كريم جدا معاهم، يعني اي حد بيحتاج ان هو مثلا يساعده بيكون واقف جنبه، مش يعني هو لو مدير مش هتلاقوه من المدير اللي هو الصعب التعامل معاه، لا هو مدير بيحب الناس اللي شغالة معاه اكنهم اهله. انا بحب يعني ببسطها لكم، تمام؟ بحب ان انا ابسط لكم عشان تقدروا ان انتوا توصلوا لهذا الشخص. كمان هذا الشخص يعني واقعي جدا، يعني مش من الناس اللي بتحلم 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 وتتكلم كتير وما بتعملش حاجة على ارض الواقع، لا خالص. هذا الشخص واقعي بيحب ان هو يثبت الكلام على ارض الواقع، او لو انت بتكلمه في حاجة لازم تتكلم معاه على ارض الواقع، غير كده هو ما يعني انت بالنسبة له تكون شخص عادي، لكن انت تتكلم معاه وتثبت له ارائك على ارض الواقع فانت كده تكون مهمة عنده، اوكي؟ طيب بالنسبة للحب والمشاعر هذا الشخص عامل ازاي؟ هذا الشخص قلبه طيب لأبعد درجة، شخص رومانسي وشخص بيحب الحب نفسه، وبيحب ان هو يقدم كل المشاعر اللي جواه تجاه الشخص الآخر، يعني ده لو انت حبيته او هو حبك، هو دلوقتي متعلق بيك، تمام؟ هيقدر ان هو يوصل لك كل الحب بكل الاساليب المتاحة معاه، مش هيبخل عنك ولا حاجة، هيحب ان هو يعرفك كل اللي جواه ويبين لك كل جواه، مش من الناس الغامضة اللي هي تداري حبها عليك وما تحبش ان هي تبين، لا، ولكنه هو شخص متردد في اتخاذ القرار، هو ممكن يبين الحب ولكن بيبقى بطيء في اتخاذ مثلا قرار الارتباط بيه، قرار ان ياخد خطوة ناحيتك لو هو رجل، ولو هي امرأة فهي ممكن تبين لك كل الحب ولكن برضو حتة ان هي تبين لك مثلا ان هي عاوزه علاقه مستقره معاك دي ممكن ما تعملهاش، ولكن تبين لك ان هي بتحبك، تبين لك ان هي مسؤوله عليك، اوكي؟ ومسؤوله منك كمان.
تعالوا كده نحط توضيحات أكتر، نعرف أكتر عن هذا الشخص. شخص صريح، شخص قيادي، دماغه كلامه من دماغه. على فكرة رومانسي جدا جدا هذا الشخص. يعني ممكن تلاقيه مثلا بيبعت لك أغاني رومانسية لو انتوا مرتبطين ببعض، بيعزمك على العشاء، كل الكلام ده. كمان الشخص ده شايفة ان هو ناس كتير معجبين بيه، ناس كتير عيونهم عليه. اوكي، الشخص ده ممكن يكون شغال طبيب، وممكن يكون شغال احنا قلنا هنا معاك في العمل، تمام، رئيس او شخص ليه كلمة، شخص قيادي. يعني ممكن يكون شغال مدرس، او بيشتغل محاسب، او بيشتغل حاجة ليها علاقة بالزراعة. اوكي، طيب بالنسبة لشكله، فهي لو امرأة فهي جميلة جدا جدا جدا. يعني لو انت رجل فهي امرأة جميلة قوي، عينيها واسعة، ملامحها حلوة، عندها نظرة ثاقبة، نظرتها حلوة يعني، تمام، متوسطة اللون او تميل الى الاشقر، يعني اللي هو الفاتح، اللون الفاتح. لو هو رجل فانا والله عندي طاقة ان الشخص ده ممكن يكون شعره بسيط جدا او شعره قليل او ما عندوش اصلا، تمام. وكمان عندي طاقة تانية ان الشخص ده ليه شعر، ولكن شعره كيرلي، يعني في شعر كيرلي، وفي في شخص شعره مفيش خالص او يمكن بسيط، تمام. كمان عندي طاقة بالنسبة لو رجل، في شخص بشارب ولحية، وفي شخص لا يعني بيشيلهم، او ممكن شغله بيحتم عليه ان هو يعمل كده. الشخص ده ممكن يكون من برج السرطان، وبرج الاسد، برج العقرب، وقلنا برج القوس، وبرج العقرب تاني، وبرج الأسد تاني. بس كده، تمام. طيب تعال نشوف بقى ليه متعلق هذا الشخص بيك. تعالوا ناخد من الكروت دي. الشخص ده بيحبك، الشخص ده بيحبك جدا، متعلق بيك لانه بيحبك، حتى لو انتوا في علاقة اعجاب، حتى لو انت متعرفش الشخص ده، فاعرف ان في شخص متعلق بيك وبيحبك من بعيد لبعيد، ولسه مظهرش. يعرفك من بعيد لبعيد، بيتابعك من بعيد لبعيد، بيراقبك، وعاوز يعرف عنك كل اخبارك، او بيحاول ان هو يوصل لكل اخبارك. بيحبك من بعيد لبعيد، ولسه ما خدش القرار انه يقرب منك لانه شخص متردد، تمام. ولكن لكل الطاقات هذا الشخص بيحبك، ويمكن انت عارف ان الشخص ده بيحبك، او على الاقل عارف ان الشخص ده معجب بيك، يعني لاغلب الطاقات.
انت عارف كده تمام. ممكن على فكرة يكون كمان كراش نظرات او كراش من بعيد لبعيد، بتبصوا لبعض من بعيد لبعيد، الشخص ده بيحبك واليوم اللي بيشوفك فيه بيبقى بالنسبة له يوم عيد، يعني اليوم اللي بيشوفك فيه، اليوم اللي بتتقابلوا فيه وش لوش كده او بيشوفك من بعيد لبعيد بيبقى بالنسبة له ده يوم عيد يعني. تمام. طيب كمان بالنسبة للعلاقات الثلاثية، بما انها عمالة تطلع لنا كده، اول واحدة الشخص ده متعلق بيك جدا لانه بيحبك. طيب تقولي بيحبني زي هو معاه حد تاني؟ بيحبك، الحب يعني الحب ده بتاع ربنا، يعني هو بيزرعه في قلب البني ادم او الشخص، فهو بيحبك، هو عنده مشاعر ليك، عنده مشاعر على طول، انه يفكر فيك، انه هو يعرف اخبارك، انه يتكلم معاك، انه حتى يعرف اخبارك من بعيد لو انتوا مفيش كلام ما بينكم، بس الشخص ده عنده مشاعر ليك قوية جدا جدا جدا. اي نعم، لأغلب الطاقات هذا الشخص يمكن لحد دلوقتي ما قربش منك، ما عرفكش ان هو بيحبك، ما عرفكش ان هو متعلق بيك، ما عرفكش ان هو شايفك امل بكرة بتاعه، او انت اللي بتديله القدرة ان هو يستمر، او ان هو يكافح، او ان هو يبقى شخص عنده الرغبة في الارتباط والزواج وتكوين أسرة، حتى برضو لو من بعيد لبعيد. يمكن أنا شايفة إن العلاقة هنا فيها بعد، انتوا ما بتتكلموش مع بعض في الفترة الحالية، في بينكم بعد، في بينكم مسافة، ممكن تكون مسافة في البلاد، وممكن تكون مسافة انتوا ما بتتكلموش مع بعض أصلا دلوقتي. هذا الشخص بيتعلق بمجموعة رقم 2 لأنه حاسس بمشاعر ناحيته، بيحبهم. ممكن تكون انت او هو من برج الجدي او برج الاسد او برج الجوزاء، على فكرة برج الاسد او برج الجدي او برج الجوزاء. غريب هذا الشخص. طب ناخد له كده كارت رومانس، يعني بيحبك جدا بالحب ده يعني او الشكل ده، لكن تعلق كده في النص ومفيش خطوة. طيب ناخد كده كارت رومانس، يمكن بيقول لك في رجوع. انا قلت ان اغلب الطاقات هنا في بينهم انفصال، هو هنا الكارت بيقول في رجوع، انتوا الاتنين هترجعوا لبعض او هتتكلموا مع بعض. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى خطوته الجاية تجاهك هيعمل ايه. ده قاعد بيفكر لك اهو، بيفكر يعمل ايه. اوكي طيب هتعمل ايه بقى؟ لو الشخص ده بقالك فترة كبيرة ما بتشوفهوش، ف هتتقابله، يعني هيقول لك انه عاوز يشوفك او يقابلك. العلاقات الثلاثية، الشخص ده حاسس ان انت توأم روحه، عاوز يجري عليك. طب بالنسبة للعلاقات الثلاثية، الشخص ده وانتوا ما بتتكلموش مع بعض دلوقتي، الشخص ده هياخد خطوة تجاهك ويتكلم معاك بصريح العبارة كده، هيتكلم معاك عن اللي جواه كله. تمام. لو انتوا علاقة ثلاثية وما بتتكلموش مع بعض، لو انتوا علاقة ثلاثية وبتتكلموا مع بعض الفترة دي، فالشخص ده هيقول لك قرار مهم جدا، يمكن القرار ده يخضك شوية، مش هيخضك انه انت تزعل، لا هيخضك هتفرح، يمكن هيقول لك او يعني هتعرف ان هو ناوي الانفصال عن الطرف الاخر لو انتم علاقة ثلاثية وبتتكلموا مع بعض. اوكي طيب، لو انتوا بعاد عن بعض، انتوا في بلد وهو في بلد، الشخص ده هيبقى قريب منك او هيجي في البلد اللي انت فيها وهتشوفوا بعض،
ولو بقالكوا كتير ما بتشوفوش بعض، يعني انتوا في نفس المكان يعني نفس البلد، ولكن بقالكوا كتير ما بتشوفوش بعض، فالشخص ده هيطلب منك انه يشوفك. تمام. لو في انفصال ولكن الانفصال ده حصل من ناحيته، الشخص ده هيتكلم معاك وهيقول لك ان هو عاوز يصلح العلاقة دي وعاوز يكون جنبك. تمام، عاوز يكون جنبك وعاوز العلاقة تستشفي ما بينكم انتوا الاتنين. طيب لو ده كراش، فقريب جدا اللي حواليك واللي حوالين هذا الكراش هيعرفوا ان انتوا الاتنين مرتبطين. هو هيعلن او هيقول ان انتوا الاتنين بقيتوا مرتبطين او في علاقة مع بعض، او في بينكم يعني خلاص خطوبة او حاجة، في علاقة اهي، في ارتباط، في علن. ده لو انتوا الاتنين بالنسبة لبعض كراش. لو الشخص اللي متعلق بيك ده كنتم مع بعض في علاق ولكن انفصلتم عن بعض بسبب ان كان في عوائق كبيره ما بينكم، هو ما قدرش على تحمل هذه العوائق وبعد وسابك، فهو راجع بيقول لك انا جاي لك اهو ماسك السيف وهحارب كل حاجه وهحارب العواقب والظروف علشان اكون معاك، كفايه بعد عنك. اوكي، ده لو في بينكم عوائق ولكن هذه العوائق بسبب مثلا اهل، مثلا هو كان مش هينفع ان هو يكمل معاك بسبب سن، بسبب جنسية، بسبب أي حاجة، ظروف معينة، وهو هرب وبعد، هيرجع تاني ويقول لك أنا قادر على المواجهة لأني عاوز أكون معاك. برضو طلع لنا هنا برج السرطان، برج الجوزاء جدا، شخص بحبه جدا، برج القوس، برج العقرب. تمام. طيب انا كده خلصت القراءه النهارده، يا رب تكون القراءه عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ولو محتاجين تعملوا قراءه مدفوعه اتواصلوا على رقم الواتساب، هتلاقوه دايما تحت عندكم في الديسكريبشن بوكس او في التعليق المثبت الاول. شكرا لكم، باي باي.